بلال، في ناس تقول لك ما مش لازم الرئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يكون لعيب كورة، او حد يبقى لعيب كورة في البورد نفسه، او في يعني في مجلس الإدارة. هل انت مع الفكرة دي، ولا انت مع فكرة ان واحد يبقى ادارجي بيدير يعني مثلا كابتن سمير زاهر الله يرحمه ما لعبش، يعني انا ما اعرفش ما لعبش كوره، لعب يعني كوره طبعا، لعب بس على مستوى لعيب في النادي الاهلي، النادي الاهلي بس لعب على مستوى قصدك ما وصلش للمستوى ان هو مثلا النجم الاول سوبر ستار. لا بص انا ثاني ان هم بس لعب برضه في نقطتين اللقطه نفسه والنجم شويه. انا قصدي اقول لك مش نجم كوره عالي، مش يعني مش سوبر ستار، بس خليني بس اقول بس على الجانب الاخر على كابتن خطيب، ما هو رئيس النادي الاهلي كابتن حسن صالح طبعا. بس هقول لك بقى على حاجه يا اسلام معلش، الاول فكره الانتقاد وعدم الانتقاد عشان دي يعني لا براحتك انت عديتها. احنا انت هنا ما بتنتقد، او انت بشكل عام ما بتنتقدش الشخص كشخص طبعا، انت بتنتقد البوزيشن بتاعه وعمله. يعني انا النهارده طبعا ده راجل عضو مجلس اداره في الاتحاد او ده رئيس الاتحاد، فانت النهارده ما بقولش هو ده شخصيته وحشه، ولا ده مش عاجبني ضحكته، ولا مش عاجبني مثلا نظراته، لا انت بتقول ده مش عاجبني طريقه ادارته. صح. واللي يشتغل في العمل العام لابد ان هو يقبل النقد، ده امر مسلم بيه، عشان الناس بتزعل ايه؟ بتاخدها حاجه شخصيه. انت انا مفيش، احنا مفيش بينا حازم اخونا وصاحبنا وراجل لعب معانا وكل حاجه وبركات نفس الموضوع، لكن انت بتنتقد البوزيشن اللي هو ماسكه، انت النهارده عملت ايه في المكانه دي؟ لكن انت حازم كشخص طبعا هو وكلاعب كوره طبعا ايه بهايل وكل حاجه، لكن احنا بنقول يا جماعه لا، انت في مكانك الاداري ده لابد ان تنتقد، انت اللي جبت الراجل مع احترامي يعني، انت اللي جيت لما تعاقدت مع الراجل قلت الراجل ده عنده مشروع، واحنا قلنا يا جماعه في كره القدم في المنتخبات مفيش حاجه اسمها مشروع في المنتخبات الكبيره. ايوه بس انت كنت من الناس يا بلال برضو اللي بتتكلم، يعني انا بتكلم عنه كويس وانت وكابتن كلنا كنا بنتكلم عنه كويس في البدايه، يعني او في البدايه احنا بنقيم مباراه بمباراه، واحنا بالظبط وفي الاخر انت عندك تجربه بتحكم عليها سواء اذا كانت تجربه ناجحه او تجربه فاشله، لكن انت في الاساس لما تيجي تقول ايه انا عندي مدير فني للمنتخب الاول بيعمل مشروع، يبقى لازم هنا نقف. يعني ايه مدير فني للمنتخب الاول بيعمل مشروع؟ هو مشروع يعني واضح يعني ايه هو المشروع اللي هيعمله المدير الفني للمنتخب الاول؟ هياخد بطوله؟ ده مش مشروع، ده انت جايبه عشان يعمل كده اساسا، يوصل كاس عالم انت جايبه عشان يعمل كده، لكن هل انت جايبه يبني للمنتخبات الصغيره ويعمل سيستم كامل من اول مثلا 2013 ولا 2008 لحد الفريق الاول اللي هو بيشرف على الكلام ده بالاضافه لمكانته كمدير فني للمنتخب الاول؟ لا انت ما عملتش كده. انت جبت واحد النهارده، انا بختار النهارده فتوح، لا بلاش فتوح النهارده عشان مصاب فاختار فلان الفلاني، فانت جايب واحد مؤقت، فما تجيش تقول لي ايه انا بعمل مشروع مع مدير فني للمنتخب الاول، يبقى انت كده بتضحك على الناس.